صبحكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا الكرام. حلقه جديده من مونديال العرب نطلع عليكم في ساعه ونص ان شاء الله، نقدم فيها عن مباراه اليوم والاكثر من خلال فقراتنا الخاصه مع محللينا داخل الاستديو الكباتن الكبار. من اليمين دائما نرحب بكابتن حرسنا الوطني والنادي العربي كابتن سليمان عبد الغفور، منورنا وحياك الله ويانا في برنامج مونديال العرب. الله يحييك، امسي عليك وامسي على الساده المشاهدين وعلى الكبات الموجودين. يا هلا وسهلا، منورنا يا الغالي. نور نورك يا حبيبي. يسلمك يا رب. كابتن محمد سهيل اليوم باطلاله غريبه نوعا ما، لان انا اقول لك شو الغريب. يا ستايل. لا الستايل مثبته اليوم. ها نعيما يا اخوي. الله يبارك. لا انا قصدي توقعاتك ما شاء الله. يعني اللي يذكر حلقه امس بس نسوي فلاش باك، قال بلنتيات وما يطقها اليابان. بس اول مره اصيب يعني هذا سونار المونديال بسميك. اول مره اصيب. رحب فيك طبعا الساده المشاهدين وضيوفنا المميزين، ومشتاق للناصر عمران. أمانة اليوم الحلقة الكل مندفع. الكل مندفع. الكل مندفع. الثلاثة كل مندفعين. من هم عد عدد كلهم؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. أنت رابعهم إن شاء الله. أنا متوازن. عارفك على الواقعي جدا ناصر عمران. المحير. اللقب الجديد المحير. أول موسم. ثالث موسم المحير. المحير. في كأس العالم. بس أنت جيتنا هني كان تقول أنا راجع واقعي. لا لا، في كأس العالم في واقعية. إيه. رحب فيك المشاهدين والكبات الموجودين. ونقول حق سهيل المدريدي دربالك هالسنة، دربالك من برشلونة. يايينكم يايينكم. كل أسبوعين ثلاثة نرجع حق الأجواء. كابتن محمد الفلتشاوي الغالي حياك الله وياك. الله حيك يا أبو تركي، صبح عليك وصبح على الأخوان الموجودين، منور سليمان اليوم عبد الغفور معك. يا هلا وسهلا. في البداية دائما بعد الترحيب بضيوفنا ناخذ عيننا الثانية، عدسة الاي تي في متواجدة في الدوحة مع أخونا خلف العنزي. صبحك الله بالخير وحياك الله يا أخوي خلف، واهلا وسهلا. شنو عندك اليوم؟ الله يحييك وطول لي عمرك. حنا في مشيرب مقابل مركز الاعلامي في الدوحه. نعم. كنا مجهزين لك مجموعه من مشجعين المغاربه، لكن قالوا تاخرت علينا يا عبد الله، قالوا عندنا لايف مع القناه الرسميه للمغرب، نرجع لكم مره ثانيه اذا بتنطرهم. عندي واحد من الاخوان الاعلاميين الكويتيين بوجه لكم رساله، الله يحفظه يسلم عليكم. مانع الشمري شلونك؟ منصور. الله يسلمك، تحيه لك. شكرا لجهودك. الله يطول لي عمرك. جهودك واضحه على مدى ايام البطوله. سبب تواجدك هنا؟ والله احنا كمجموعه وفد القناه الثالثه الرياضيه يعني نغطي الاحداث، مش بس كره القدم، خارج كره القدم، الاحداث الخارجيه خارج الملعب داخل الملعب، كل ما يتعلق بالبطوله نحاول نغطيها من جميع يعني من جميع الزوايا. شنو ابرز الامور اللي شاهدتها؟ والله المباريات، التنظيم حقيقه. احنا دائما بالذات في بطولات كره القدم سواء اسيويه ولا خليجيه، جد التنظيم هو دائما انا اشوفه هو الحاضر في هالبطوله. التنظيم ابرز الامور يعني جد تحس فيه تنظيم دخول الجماهير. ما راح يعني ما راح كم داخل الملعب برا الملعب، الاماكن المخصصه للجماهير برا الملعب، الشاشات المعموله، تحس في انسيابيه في كل. تشوفه افضل مونديال؟ والله بطلق عليه مونديال ولا غلطه يعني فعلا ولا غلطه يعني ما شاء الله. يعطيك العافيه. فتحيه على هالجهود القطريه الكبيره اللي شفناها. يعطيك العافيه. السلام عليكم من المغرب. تعرف عليك ومصطفى. قرر مصطفى. مصطفى يمكن من مدينه الناظور المغرب. نعم مرزوق من المغرب مدينه الناظور. احنا الحين ما باجي عندنا لمنتخب المغرب. مرحبا. ان شاء الله باكر يبيضها. شو تقول حق مشاهدينك؟ ان شاء الله المقابله ديال غدا ان شاء الله تكون حاسمه بصالح المغرب. بالفضل ديال الله وبالفضل ديال اللعابه، القوه ديال اللعابه ان شاء المغاربه ان شاء الله، بالمخطط ديال المدرب، الخطه ديال المدرب واللعابه كيف قلت لك. وما نساوش الجمهور عاود كذلك، الجمهور المقيم بالبلد العزيز قطر، والجمهور العربي المسلم بصفه عامه. راح تحضر باكر الملعب؟ بطبيعه الحال، ولكن عندنا مشكل ديال التذاكر. باقي لدابا ما لقيناش التذاكر، كنبحثوا كنمشيو كيقولوا لنا هنا هنا، الى لحد الساعه رحنا مازال. دابا رحنا متاخرين في هذا الوقت على ودي، الا لقينا كيقولوا غادي يلقاو السنتر ولا شي حاجه هكا. ما حصلت الى الان؟ الى هاد الساعه راه باقي ما حصلناش. ان شاء الله رسالتك ان شاء الله توصل. ما حصلت تذاكر؟ لا مازال. حنا تنتاسفوا بزاف على التذاكر، لان حنا خصنا ضروري ندخلوا باش
نشجعوا الفريق ديالنا ولما ان شاء الله يدي الكاس ان شاء الله، ولكن بفضل خصنا الجماهير لابد خص الملعب يكون مليء بالجماهير المغربيه. قول حق الجمهور اللي عندك يا اخوي خلف ان ممكن يحصلون التذاكر. ما حصلنا على التذاكر. نعم. ان شاء الله نحصلوا على دابا ان شاء الله. قول لهم يا اخوي خلف ان يحصلون التذاكر عند الملعب. محمد سهيل يقول لك الامر صار سهل خصوصا اذا كان الجمهور من شنو بس قول لي المعلومه. الاشخاص برا اشخاص حصل اشخاص برا يبيعون تذاكر ان شاء الله انه يوفرون لعب عند الملعب. ممكن الجمهور اللي معاك الاخوان في اللي معاك يقولون عند الملعب ممكن تحصل تذاكر في, في في الملعب ممكن تحصل يعني قبل بدايه بوابات الملعب ممكن احد يبيع تذاكر. غادي نمشيو الا ما لقيناش غادي نمشيو ضروري نمشيو بدون تذكر الملعب ضروري نمشيو. راح تكون في الملعب راحتنا في الملعب لان ما لقيناش حنا كنبحثوا من دابا النهار كامل وحنا كنقلبوا على التذاكر ما لقيناش فوق ما كيقول لنا اي مكان كنمشيو نتولد ان شاء الله تلقى ان شاء الله يا ربي. ولكن حنا غادي نمشيو للملعب بدون تذكر الا لقينا هو هذاك ما لقيناش نشوفوا شي طريقه اخرى ان شاء الله. انا ابي رسالتك الحين مو للتذاكر حق لاعبين منتخب المغرب شنو تقول؟ احنا جالسين هنا مده شهر على ود باش نحضروا هاد المقابله مقابله حاسمه وان شاء الله الفوز للمنتخب ديالنا المغاربه وخصنا ضروري باش ندعي لهم ندعي لهم ندعي لهم ان شاء الله لابد يفوز ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. دائما ندعي لهم في الصلاه ديالي كل وقت وكل ثانيه ان شاء الله باش ينتصروا ان شاء الله. خصوصا هاد المقابله ديال اسبانيا مازال كون ما نحضروش في المقابله الاولى ولا الثانيه ماشي مشكل لما فهاد فهاد الربع هذا ان شاء الله قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باكر تحصل تذاكر لانتصار المغرب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تذاكر وان شاء الله الفوز ان شاء الله. شكرا لك العافيه. تعرف عليك؟ اسمي ياسر من المغرب. من المغرب حصلت تذاكر ولا نفس لا والله ما حصلناش تذاكر. لا ما حصلناش تذاكر. رحت اليوم المكان اللي وزعوا فيه تذاكر؟ لا كنت في الدوام يلا خرجت ما الصراحه هضرت مع الاصدقاء ديالي ما كاينينش التذاكر ولكن ان شاء الله غدا غادي نمشيو باكر بتروح الملعب؟ نمشيو للملعب نشوفوا التذاكر واش حنا ما بغيناش نشجعوا على يعني السوق السوداء ولكن نشوفوا لان سمعت كاينين كيعطيو يعني تذاكر كاين اللي كيعطيو كذلك في بالموقع ممكن تنتظر احد يسوي ريسيل حق تذكرته تحصل فعلا قالوا لي يعني قبل تقريبا يعني المباراه بساعتين او ثلاث سوايع كيكونوا في الريسيل نشوفوا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله. هذا بخصوص التذاكر بخصوص المباراه شو تتوقع؟ بالنسبة للمباراة مباراة صعبة خايف لا إذا خايف عشان ناخذ غيرك لا إن شاء الله راح يكون الفوز. إحنا كنثقوا في المنتخب المغربي منتخبنا شرفنا وشرف العرب كاملين الحمد لله كما المنتخب السعودي وكاع المنتخبات العربية إن شاء الله راح يكون الفوز صعب ولكن راح يكون إن شاء الله. توقعاتك النتيجة؟ إن شاء الله الفوز إن شاء الله مربوحة. مربوحة أمنية ولا مربوحة توقع؟ مربوحة توقع إن شاء الله بحول الله علاش لا؟ احنا المنتخب المغربي كنثقوا فيه عندنا لعابه كبار تلعبوا في دوريات كبار وان شاء الله غادي يكون غتكون واحد النتيجه ايجابيه بالنسبه للمغاربه ان شاء الله. العرب كلهم وياك بواتي. العرب كلها ان شاء الله نفرحوا المغاربه كاملين والعرب كاملين اللي حبينا يعني هو كاع العرب الحمد لله يعني متفقين على المنتخب ديالنا كلشي باغي كلشي كيشجع الحمد لله هذا الشيء زوين صراحه. شكرا لك. شكرا عبد الله. ها اخو يعقوب عبد الله هذه رسالتنا من مشارب يعطيك الصحه والعافيه. خلف عندي سؤال بس سريع قبل ما اختم وياك وان شاء الله يمكن بعدها سؤال تحصل عليه اللي قلت لي عنها في البدايه. احنا قاعد نلاحظ يعني في بدايه كل مباراه في التغطيه الخاصه للمباريات يقول لك درجه الحراره خارج الملعب ودرجه الحراره داخل الملعب. انا بشكل عام قل لي عن الجو برا الملعب. احنا صار عندنا خلاص بلش الشتاء شوف الدوحه وصل لها البرد. تجربتي لا يعني شوف انا مصيف ولا من كثر المشي احتريت من كثر مجهود المشي يعني الجو هني معتدل ما مو برد لكن في الملعب ما شاء الله تبارك الله ان الملاعب مكيفه أي. تحت الكرسي التكييف تحصله فوق تحت من كل مكان المكيف داخل الملعب الاجواء ابرد من خارج الملعب بشكل نعم. يعني ملحوظ نعم قواك الله يا اخوي خلف شكرا لك ومجهودك. لكن والله اللي بيجي هاليومين يجي مصيف بس انا هذا سؤالي علشان اعدل جنطتي بس. شكرا يا الغالي تسلم يا اخوي يعطيك الصحه والعافيه مكملين ومستمرين ياكم. بس عندنا اكثر من منطقه قد يكون فيها اجواء المونديال. الشخص اللي ما حصل التيكت محمد سهيل امس قال لنا لان محمد سهيل ما شاء الله من بدايه انطلاق البطوله بالافتتاح كان متواجد يقول لك الاجواء المونديالية تحصلها سواء حضرت المباراه خير وبركه اكيد
الأجواء تختلف، ولكن الأجواء الخارجية الدوحة موفرت لك أكثر من مكان مشارب الفستيفال، المنطقة الخاصة بالفيفا عدل. صح. كل هذه المناطق ممكن تعيش أجواء رائعة جدا في المونديال. عندنا تقرير، خلينا نشوف يا بعض تقرير خاص من المناطق اللي تكلمنا عنها، منطقة رائعة واللي هي الفستيفال سيتي في الدوحة. احنا حاليا في منطقة الكورنيش، طبعا منطقة تابعة للجماهير تسمى بالفيفا فان فيستيفال. خلونا نشوف شنو داخل هذه المنطقة الكبيرة جدا. منطقة الفيفا فان فيستيفال كبيرة جدا ومن كبرها مو قادر اغطيها انا بروحي، لازم انا وزميلي خلف نغطي هذه المنطقة. في الجانب الثاني من المنطقة خلونا نشوف الشاشة العملاقة اللي حاطينها الإخوان لمشاهدة المباريات. Who's better, Messi or Maradona? Maradona. Better than Messi? Messi también. Who's better? Messi. Messi, Messi, Messi. Messi better than Maradona? Sí, señor, sí, señor. فريقك المفضل شنو؟ أنا أشوف كأس المنتخب السعودية. فريق المفضل تبي يعني بالكأس العالم؟ إيه. أكيد المنتخب السعودي، أنا سعودي ربي لك الحمد. بعد السعودية؟ بعد السعودية والبرتغال، لأن البرتغال يعني تمتلك أفضل لاعب بالعالم كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب بالعالم؟ نعم أفضل لاعب بالعالم. وير إز ميسي؟ وير إز ميسي؟ مشخصنينها مع ميسي. ميسي ما سوى شيء بالمباراة، وإنهم كانوا يتكلمون قبل المباراة جمهور الأرجنتين 5-6. أنا متوقع قبل مباراة السعودية إن راح نفوز 2-1. معقولة؟ قسم بآيات الله، وفزنا رب لك الحمد 2-1، وبإذن الله جايين ما راح نجي بس كذا مشاركة، جايين ناخذ كأس العالم. لا 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 بإذن الله ما في تكفى، ما في شيء مستحيل بالكورة. ما في بس مو يعني كأس العالم. صدري حقك الدوري الإنجليزي، صدري حقك الدوري الطلاسي، ما في شيء مستحيل. تقولها وأنت مقتنع فيها؟ بإذن الله والله مقتنع فيها، وبإذن الله نحقق كأس العالم، ما في شيء مستحيل. منو فريقك المفضل؟ تونس. يا إيش بتسوون؟ ها؟ إيش بتسوون في المونديال؟ بننجح إن شاء الله، بنفوز. من أفضل لاعب؟ عطني أفضل لاعب. يوسف مساكني في منتخب تونس. إيه؟ وفي العالم كله رونالدو. Good place. Very good place. Yeah. First time I've been here today, and it's very good place. I've gone to watch Switzerland Cameroon. Come straight down to the fan zone. It's really good. Really. Oh, it's going to be. No. ايش رايك في المنطقه؟ خرافيه، جميله جدا صراحه، كانه عالم مصغر، شيء جميل صراحه. كل هذه الشعوب وكل هذه الاقوام تجمعت في دوله رائعه مثل قطر، في الفان زون تشاهد جميع المباريات، والكل يتصور مع بعض، الكل يسلم على بعض، يصافح البعض، سلام رائع صراحه. والله شيء خيالي للامانه، شيء يعني صدق نفتخر فيه احنا كخليجيين، نفتخر ان فيها الشيء عندنا بالخليج. انت من وين؟ انا من الكويت. حي الله الكويت. الله يحييك. أرباوي الغتاوي؟ أكيد أرباوي. شنو أبرز ملاحظاتك عن المنطقة هذه؟ هل في سلبيات إيجابيات؟ والله للأمانة أنا قاعد أقول حق الشباب قبل لا نيجي، قاعد أحاول أصيد سلبية واحدة على المكان ما في. من وين؟ من الكويت طبعًا. ربعنا. شل قاعدة؟ والله كان طالع المباراة. أجواء. لازم الوادم كان قاعدنا. إنزين خبر شما قطرة إيش لابس؟ لازم نعيش الاجواء البرازيليه والقطريه مع بعض عشان نوريهم الثقافه ونوريهم الحمار اكبر. اي نعم فارق. شنو منتخبك؟ برازيل طبعا، مبينه برازيل. اي كيف. والسعوديه طبعا، خليج مع بعض، قطر وقطر. اي تونس وتونس والمغاربه. بطل كاس العالم؟ العالم برازيل طبعا. برازيل وين؟ برازيل. فرنسا. كانت هذه تغطيتنا في هذه المنطقه الجميله.
شكرا للزملاء احمد العنزي وخلف العنزي على التغطيات وتقارير الخاصه في برنامج مونديال العرب. قبل لا نبتدي وياكم عن مباريات اليوم، يمكن الحدث العالمي اللي اصبح يتداول بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحف بان هل كريستيانو رونالدو من بعد المونديال سوف ينتقل لنادي النصر السعودي، بين صحيفه تؤكد الخبر وصحيفه تقول لك ما زال الخبر مو مؤكد. خلينا نشوف التقرير ونناقشه بحلقتنا. إذا احنا بنستند على صحيفة ماركا الإسبانية ناصر تؤكد أن كريستيانو رونالدو من 1 فبراير في النصر السعودي، إيش رأيك بهالخبر؟ 1 يناير النصر السعودي، إيش رأيك بهالخبر؟ أي لاعب يتشرف يلعب في نادي النصر السعودي ومثل كريستيانو رونالدو في آخر محطة له ممكن يفكر في الأمور المادية أكثر ما هو لاعب يعني أنيق، لعب مواسم متعددة، حقق بطولات مع مدريد، حقق بطولات مع المان يونايتد، مع المنتخب ساهم في وصول المنتخب الى ادوار متقدمه، حقق كاس امم اوروبا، وبالتالي رونالدو الان يفكر في مستقبله. الماده في كره القدم امر مهم عند اللاعب خصوصا في اخر فتره، فانا ايد هذا كره القدم، روح رياضيه من اللاعب يلعب في فريق مثل نادي النصر السعودي، نادي النصر السعودي ما يقل على اي نادي كبير في عالم كره القدم. فلتشاوي، ايش رايك بامكانيه تواجد رونالدو في الدوري السعودي؟ أنا أعتقد أن هذه استراتيجية من المنظومة الرياضية السعودية، يعني في توجه وفي خطة يعني طويلة المدى باستقطاب النجوم. هذا كلامك عدل، وجهة نظرك تندرج على النظرة السعودية بوجود كريستيانو. بوجود كريستيانو كأسماء، لأن في توجه لاستضافة البطولات الكبيرة ومنها راح يكونون مشاركين في ملف كأس العالم. فبطولة كأس العالم هذه تحتاج مثل دعاية، تحتاج أمور تسويقية، اهتمام رياضي، أنظار، اهتمام، أمور تسويقية، جلب النجوم منهم كريستيانو رونالدو. من بعد كريستيانو رونالدو راح يكون نجوم كبار، راح يكون دوري سعودي. دوري سعودي ترى ما هو دوري عادي، دوري قوي، تكلم عن أندية كبيرة وأندية منافسة. فأعتقد استقطاب رونالدو في الدوري السعودي إضافة كبيرة للدوري السعودي. تمام كابتن سليمان، أنا بتكلم الحين، محمد قال النظرة السعودية 100% صحيحة، استقطاب كريستيانو مثل هاللاعب تسويق نوع كبير من نجاح تسويق حق النظرة المستقبلية، قاعد اتكلم 20 سنة قدام للرياضة. بس احنا خلينا نتكلم عن كريستيانو، وجهة نظرك قرار كريستيانو، اصبح كريستيانو وصل لمرحلة بس يفكر بامور مادية، الاستغناء عن الشامبيونز كمشاركة وابطال اوروبا وغيرها من المشاركات الخارجية. لا، سالفة رونالدو انه ما يقدر يكمل بالمستوى الاوروبي، لا، هذا يمكن شوية بعيدة عن كريستيانو رونالدو. يمكن رونالدو دش بمشاكل بداية الموسم، مشكلة البري سيزن هذه أثرت عليه بصورة كبيرة. حلو. يمكن الإعداد مع المعسكر، الكل يمكن الكبات الهنية يدرون هذا أهم نقطة حق اللاعب، وعدم استمراره ودخوله مشاكل مع الأجهزة الفنية بمانشستر يونايتد أثر عليه. لكن العرض خيالي ما يرفض، يعني نتكلم الرقم اللي حطوه اليوم 200 مليون يورو بالسنة. يمكن هو كريستيانو راح ترده حق علاقاتهم الترند اللي هو يحبه، ان انا اغلى لاعب بالعالم. فمو بعيده يعني الرفض والقبول، طبعا بيد كريستيانو رونالدو اذا كان عنده عرض ثاني من اوروبا. انا اتوقع، انا اتمنى وجوده بالنصر السعودي بهالفتره، اكيد راح يسوي ثوره بالكره الاسيويه بشكل عام. صح. لكن انا اتوقع بعقليه كريستيانو رونالدو اذا يفضل عرض اوروبي اكثر من الماده بهذا الوقت. نعم محمد، ابي اسمع رايك بين تأيد ولا؟ شوف، انا شخصيا اتمنى وجود كريستيانو في نادي النصر السعودي، هذه امنيه بالنسبه لي. هذا حتى شيء راح يعطي قفزه للكره السعوديه ولنادي النصر والكره الاسيويه، وراح يلفت الانظار تجاه الدوري السعودي، وراح يستفيد الدوري السعودي بشكل مبالغ فيه. ولكن انت لما ترجع لسيناريوهات كريستيانو رونالدو اللي عاشها من شهر 7 الى الان، يعني الضجه الكبيره اللي سواها في لقائه وعشان يفسخ العقد مع مانشستر يونايتد، ما اتصور انه يكون هدفه انه مثلا انا انتقل لنادي النصر السعودي، لا، في شيء اكبر. واعتقد ان كريستيانو ما خلص الامور هذه مع مانشستر يونايتد اللي هو مخلص مع نادي ثاني وموقع وخالص.
وانه طالع من مانشستر يونايتد رايح لفريق مثلا يلعب في دوري ابطال اوروبا او طموحه مثلا اكبر من مانشستر يونايتد. ضيف على هذا الشيء كريستيانو رونالدو وان كانت المبالغ مغريه في السابق صرح انه لا يمكن انهي مسيرتي مثلا في دول الخليج او في امريكا، ولا شخصيا في الوقت الحالي ما التفت للامور الماديه. هذه تصريحين لكريستيانو رونالدو. اذا 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 في اشياء ثانيه غير ان يعني الامور الماديه هذا امر وارد. يمكن يكون الخبر مو صحيح تقصد؟ يعني متعارض مع تصريحات. انا اتوقع اصلا ان الخبر مو صحيح. ممكن النصر مقدم عرض، لكن انا اشوف 80-90% كريستيانو راح يرفض هذا العرض. تمام ناصر، نفرض الخبر سليم 100%، وعلى كلامنا التسويق السعودي راح يكون بخطوه ورا خطوه، وجود كريستيانو رونالدو امر يصبح انه الدوري السعودي اصلا عالمي، واحنا ما ننكر هذا الشيء. الدوري السعودي بوجود جماهير، بوجود مستوى كبير في هذا الدوري، بس هم بعد لو وجود كريستيانو كواحد من افضل لاعبين العالم في الدوري السعودي يخلي حتى النجوم الثانيين يتشجعون يروحون الدوري السعودي. بالضبط، هو قبول، اول شيء قبول اللاعب كريستيانو رونالدو لو يروح الى مسيرته مع مدريد، مسيرته مع مانشستر، مع المنتخب، يقبل اللاعب يلعب. قبول اللاعب في فرق، يعني اي لاعب يلعب في الدوري السعودي اي نادي كان له الشرف انه يلعب في اي فريق سعودي. الدوري السعودي قوي، في تنافس، في جمهور، في ند بند، في محترفين على اعلى مستوى، لكن بعض الاحيان الجانب المادي مهم عند اللاعب، خصوصا لما يستغني عن 6 أشهر او سنه او يكون دافع حق اللاعبين الاخرين انه يدخلون الدوري السعودي وتصير ثوره بالسعوديه، استضافه كاس العالم، ممكن دوله تدخل في 2030 2026، وبالتالي كريستيانو رونالدو في ديل راح يكون خلاص 38 سنه، مبلغ ياله كبير 200 مليون تقريبا، فممكن يضحي اللاعب لاجل مستقبله، لاجل اسرته، لاجل عياله، فهذا الشيء حق كل لاعب. يعني انا لما يجي اوفر اكيد العب باي نادي، اهم شيء ميسي استغنى عن برشلونه عشان 30 مليون، وبالتالي الماده صارت اصبحت امر مهم عند النجوم خصوصا الكبار، رونالدينهو، نيمار، ميسي. يعني على كلامك ناصر انا افهم بان كريستيانو خلاص هذا ختام مسيرته. ختام مسيرته، وبالعكس يعني هو حتى لو ان كان كريستيانو يعطي سنه زياده، سنه سنتين، ابراهيموفيتش الحين قاعد يلعب عمره 40 سنه مع اي سي ميلان، بالتالي يعني انا اشوف ان كريستيانو قادر، ذكي، يعرف شلون وين يروح اي نادي. لما مستوى قل في مدريد على طول قفز الى اليوفي وحقق افضل هداف الدوري، مستوى قل راح الى المان يونايتد، صارت مشاكل، الان يذهب الى محطه ثانيه. هو الايجنت لنفسه وعنده ايجنت، لكن هو عنده الخبره الكافيه، هذه خبرته كلاعب انه يقدر يلعب في اي دوري. ايش رايك الفلتشاوي بان في بعض الناس، في ناس تحب وفي ناس ما ابي اقول كلمه تكره بس ما تحب كريستيانو، قاعد اقرا بالوسائل التواصل بعد ما انتقل هذا الخبر ناس قاعد تضحك على كريستيانو. ليش؟ شوف هذا طبعا مو تقليلا من الدوري السعودي، لا لا لا، بس على كلامنا احنا نفهم بان لاعب نفس كريستيانو او غيره من اللاعبين دائما نهايه المسيره تكون خليجيا تروح، ما لا انا بقول لك نقطه، امريكا تروح، بقول لك نقطه عن النجوم راحوا الدوري الهندي ما حد شفناهم يضحك عليهم، نيستا، ديبيرو، الصيني بعد، الدوري الصيني والدوري الهندي، هذا معناته الدوري الهندي صار دوري النجوم بسبب هذا النجوم، ما حد ضحك عليهم، بالعكس المقصد من كلامهم هم اللي يقولوا لك اياه بانه صار كريستيانو الحين خلاص ما عنده عطاء بالملعب، صار هو عباره عن تسويق. دائما دائما كريستيانو رونالدو يعني محط انظار الصحف واثاره الجدل، ودائما يبون يصعدون الاخبار ويصيرون ترند على ظهر كريستيانو رونالدو، هذه حقيقة لابد أن الكل يتيقن فيها. فرونالدو يعني يا رجل مقابلة كريستيانو رونالدو كان وقتها تصادف مباراة مانشستر، الناس ما تدري مانشستر لاعب ولا ملعب لهالدرجة، يعني الناس كلها طلعت مقابلة كريستيانو رونالدو ما يدرون عن مباراة مانشستر، بعدين درينا أن تعادلوا 1-1. زين سليمان، أنا إذا بتكلم عن نظرية المؤامرة على قولتهم خل نحللها شوية، ماركة إسبانية تأكد هذا الخبر بأنه وجود، وقبل مباراة البرتغال اليوم البرتغال رايحة صوب مواجهة إسبانيا، يعني هذا شوية شو رايك؟ لا طبيعي، أنت اللي يتابع الدوري الإسباني
والصحف الاسبانيه ملوك السوالف خصوصا مع البرتغاليين. يعني مورينيو كريستيانو اي خبر سلبي على طول، وانا بزيد على كلام محمد ويفبركون بعدهم. اي يفبرك ترى لان الانجليز الصحف الانجليزيه ترى قاعد تقول ما زال الخبر مو مثل ما انتم قاعد تعرضونه. اي بس الصحف الانجليزيه ايش قالوا؟ قالوا ان كريستيانو بالتشكيله الاسوء من المونديال. ترى هذا الخبر كان لو شيل كريستيانو ما حد يقرا الخبر. صح. اي بس ان كريستيانو رونالدو مثل ما قال محمد ترند، هو يسوي العالم كله ترند، والماركه طبيعي طبيعي جدا ان علاقتها بالبرتغاليين خصوصا بالفتره هذه لا 100%. لا يبون راسهم يعني لان سكاي الانجليزيه قالت ترى في كلام بس مو خبر الصحفي موافقه الصحفي مورغان هو اللي توه سوى المقابله مع كريستيانو رونالدو نفى خبر انتقاله للنصر السعودي. صعب جدا في كاس العالم يعني اللاعب يدخل في هذه الاجواء، اي لاعب يله عرض اكيد راح يفكر بالمباريات دور ال 16 دور الثمانيه قبل النهائي، لان طموح كريستيانو يوصل نهائي وهذا حق شرعي، فمستحيل حتى كريستيانو او المتعهد ماله او ايا كان الصحف ان يحطون الاجواء على كريستيانو. كريستيانو ترى مو باله الحين العرض ولا الفلوس، تعال وخلص كاس العالم او البرتغال يعني ما يتاهل ذيك ساعه يطلع ويصرف. بس ناصر لكن هذا ياثر عليه ياثر عليه ذهنيا. لكن تتكلم عن كريستيانو رونالدو مو جواو فليكس 38 سنه خبره، اصلا لما يجي له الخبر راح يضحك لانه يعرف يتعامل، هو عنده الصلابه الذهنيه وهو اصلا في غرفه الملابس هو يجهز اللاعبين مع المدرب، بالتالي كريستيانو ما عنده هالامور. انا اتكلم عن لاعبين صغار مثل جواو فليكس مثل اللاعبين اللي توهم طالعين في البرتغال ممكن ياثر على اللعبة. وانا اشوفها الصراحه حمله، يعني حمله على كريستيانو رونالدو، حمله اعلاميه يعني غريبه بصراحه، يبون يطيحون كريستيانو رونالدو بطريقه او باخرى. انا ما انكر ان مستوى كريستيانو رونالدو الحين ما فهمنا هل الخبر هذا يطيح كريستيانو ولا يصعد؟ في اخبار ثانيه قاعده تطلع. الهدف اللي سجله سوى شنو الهدف؟ اليوم خبر انه مدرب البرتغال زعلان على كريستيانو رونالدو ويبي يشيل منه الكابتنه ويبي يشيل منه شارة القائد فالاخبار اللي هذه اللي قاعده تطلع غريبه. ايش معنى كريستيانو رونالدو؟ ليش كريستيانو رونالدو اللي محط الاعلام؟ لانه هو يسوي ترند حق اي صحيفه اعلاميه. كلامك صحيح عدل 100%. راح نكمل يا بعض، عندنا بريك وبعدها نكمل. رجعنا وياكم بعد الفاصل. قبل أن أنتقل حق الموضوع الثاني كابتن سليمان، يمكن من أمس لليوم وحتى موضوع اليوم اللي بنتكلم فيه، الحين قاعد نشوف في لاعبين قاعد يحطمون أرقام قياسية سجلت في التاريخ من قبل، بس بهذا المونديال تحديدا أكثر من دولة وأكثر من لاعب يلعب بدولة قاعد يحطم الرقم. هل أصبح موضوع تحطيم الأرقام القياسية أسهل مع 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 طريقة اللعب الحديثة ولا أصعب بشكل عام؟ خلينا مسألة اللعب بالطريقة الحديثة والطريقة القديمة. عدد المباريات زاد، هذا وايد رقم راح يثبت. يعني احنا نتكلم عن الأوروبيين عندهم الدوري الأوروبي وتصفيات أمم أوروبا وتصفيات كأس العالم، العدد زاد. قبل ممكن نظام التصفيات، أنا أتكلم عن آسيا، قبل اللي تأهل كأس آسيا في أربع فرق ما يلعبون مباريات، لما إيران واليابان لهم بالمجموعة النهائية. حلو، فعدد المباريات زاد. عطى فرصة حق اللاعب يسجل يكسر الرقم، يكسر أرقام قياسية. وفي نقطة ثانية طبعاً معدل الأعمار، يعني بالسابق 30 سنة هذا آخر عمره بالدولي، لا الحين مع تطور الطب، تطور الاستشفاء والمكملات الغذائية وأدوات التمرين وطرق التدريب اللي تغيرت الحين، يعني تغير بالعالم. يعني نشوف لاعبين يوصلون إلى 40. نعم. يعني الحين قبل المعروف الحارس 35، اللاعب 30 وانتهى عمره. صح. لا الحين قاعد نشوف. صح. بزود. على الكلام اللي إحنا قاعد. على كلام عبد الغفور أن تيري هنري ترى عنده مباريات أكثر من جيرو. وجيرو لعب مع المنتخب عمره 25 سنة، تيري هنري من عمره 19 سنة موجود مع المنتخب. بس ان جيرو كمل ل 36 سنه، هنري 33 سنه اعتزل. صح، هذا اللي احنا قاعد نقوله واللي بنفتح فيه النقاش. محمد قاعد نتكلم عن جيرو اليوم كسر تيري هنري بتحطيم رقم تاريخي. ايضا مبابي هم بعد على عمر نيمار لا نيمار قرب مقبل انه يحط لا بس باقي جول واحد على
اللي رحيبه على اللي بعده. لا 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 كل واحد على اي رقم؟ على رقم العمر. العمر 24 سنه تحت. لا انا اكلمك على الهداف تاريخي لكاس العالم بشكل عام. هذا اللي انا اقصده. هذا اللي انا اقصده ان الارقام ارقام قديمه بالسنوات اللي طافت صارت اسهل. جيرو هداف تاريخي بعد ما حطم رقم تيري اونري. خلينا نشوف تقرير. عمران جيرو يعني بالأهداف والتقرير اللي احنا قاعد نشوفه ما قاعد ياخذ حقه إعلاميا. خليك في الملعب خصوصا ان الأرقام وعدد الأهداف اللي قاعد يسجلها. شو السبب إعلاميا؟ انا اختلف وياك يعني قاعد ياخذ حقه إعلاميا مع انا اشوف يعني اشوف مع اي سي ميلان ماخذ حقه مع الارسنال كان قدم وسجل اهداف. لا لا انا شوف اللاعب ماخذ حقه حتى في فرنسا يعني في 2018 اللاعب ما سجل ولا تسديده على المرمى لكن لا كان دور تكتيكي مع ديشام في تحقيق لقب كاس العالم 2018. بالتالي اللاعب انا اشوف بس انا قاعد اكلمك اعلاميا. انت خليتك تكمل. الاعلام كان ينتقده رغم كل اللي قاعد يسويه. ينتقده لان اي مهاجم في العالم مطلوب من الجمهور يطلب منه تسجيل اهداف. اللاعبين والمدرب ما يشوفون هذا الشيء. فائده الفريق هو الفوز، هو تحقيق حصاد لقب دوري. ادواره التكتيكيه داخل الملعب كانت ممتازه. بنزيما في مدريد مره انتقد من الجمهور ما كان زين، لكن الحين بنزيما افضل لاعب في مدريد في العالم. اي في مدريد في العالم في مدريد في العالم خذاها. بس انا اشوف في مدري اذا لحظه اذا مو اذا بالعالم منو بالعالم ناصر؟ العاطفه تروح حق القلب ميسي وسوى ميسي بالتالي انا اقول لك بالتالي ان المهاجم الحين والله صدق ما انا ما ابي انت فتحت موضوع ما ابي اسكره. انت قاعد تقول لي تدري شنو المقصد من كلامك ناصر؟ قاعد تشكك بالكره الذهبيه الحين اللي راحت حق بنزيما. لا لا استحقها. لا قال عاطفه قال عاطفه. لا 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 انا امانه بنزيما اللي سواه مع مان سيتي مع تشيلسي مع الليفر مباراه النهائيه باريس ما يسويها اي لاعب. وافضل فهو الافضل عالميا. افضل حقبه مع مدريد ومع مع فريقه ومع المنتخب في الآونة الأخيرة فاستحق. الكل قال إن بنزيما يستحق أفضل لاعب في العالم. ناصر ما حد أجمع على لاعب إنه يأخذ الكرة الذهبية إلا بنزيما بالعالم. خلصنا اتفقنا. شكرا. لكن أنا أشوف إن أي مهاجم مطلوب منه تسجيل أهداف. إذا ما سجل راح يكون عليه نقد إعلاميا ونقد من الجمهور. ما يرون التفاصيل الصغيرة اللي قاعد تحدث في الملعب خصوصا في كأس عالم. ليش جيرو مختلف عن 2018؟ لان ديشام في 2018 يلعب بدفاع منخفض ويلعب على المرتده السريعه تكلم عن 50 متر فبعيد اللعب. في الموس في الكاس العام 2022 في مزيج من الاساليب دخل الضغط طيب. المتوسط الضغط العالي فصار قريب على الجول طيب. قام يسجل بوجود الساحر امبابي فلتشاوي. جيرو لما نقول انا عندي وجهه نظر مختلفه بس بخصوص انه ليش ما يتسلط عليه الضوء الاعلامي. عندي نقطتين. النقطه الاولى شخصيه اللاعب نفسه مو الشخصيه اللي يعني انت معاي مفروض اكثر اعلاميا اكثر صح مظلوم اعلاميا لسببين. السبب الاول شخصيته بالملعب اللي مو تخلي الجماهير او يلفت نظر الجماهير ويلفت نظر الاعلام. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الانديه اللي يلعب فيها او الانديه اللي يلعب فيها مو الانديه اللي هي الليفل عالي مو الانديه اللي نقول عنها الليفل عالي اللي كل مباراه ينتظرون الجمهور كل مباراه يصنع الفارق فيها كل مباراه مثلا انه يكون فيها نجم الشباك فيها. فهذين السببين انه لا والله انا يعني انا الاعلام في لاعبين اهم في كره قدم في لاعبين اهم انا اركز عليهم. يعني مثلا اعطيك على سبيل المثال لو تروح اي لاعب في برشلونه تسليط الضوء عليه اكثر من جيرو اللي هو يمكن جاب الدوري الموسم اللي طاف مع اس ميلان. هذه النقطه اللي انا اقصدها. فالانديه اللي اختارها ضيف على هذا الشيء شخصيته داخل الملعب. تمام. خلنا عبد العزيز من قطر حياك الله ويانا. يا هلا وسهلا ناخذ اتصال بس من قطر. يا ابو تركي صبحكم الله بالخير. صبح عليك بمثله حياك الله يا اخوي. اليوم ابو تركي انا جايب مدرب حراس وحارس كبير فالحلقه كلها بتكون عن اكيد حارس كرواتيا اليوم.
عاد انت عارف اذا الحارس شاف حارس متالق يكسبنا الحلقه كامله. طبعا احنا 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 في مساحه كبيره حق سليمان وموضوع الحراس بعد شوي شوي، بس انت سبقتنا فيه. على راسي على أخاف راسي اخاف الاعداد عندك بس ومحمد حسين حبيبنا ابا ناصر العمران موجود؟ اي نعم موجود. تفضل. انا بقول لك شغله عن ناصر العمران يا ابو تركي. تفضل. ناصر العمران هولندي لكن هو يتمنى فوز الارجنتين على هولندا، هذه لا تنطق. صح بالضبط. والشغله الاخيره اللي بقولها ابو تركي ان كل العالم يتكلمون عن اداء ميسي في كاس العالم وما حد يتكلم عن برونو فرنانديز، مع ان تاثير برونو فرنانديز مع منتخب البرتغال افضل من تاثير ميسي مع الارجنتين. نعم. يا ليت الرواد يعلقون على هالموضوع. كلام جميل وراء، شكرا لك. حسن الصراف حياك الله. السلام عليكم، يعطيك العافيه اخوي، امسي عليك اصبح عليك وعلى الموجودين. يا هلا. اول شيء انا بدخل الموضوع من الاخر، يعني انا بعطيكم الزبده، يا ريت يا ريت من المحللين ومن عشاق كره القدم شويه احترموا منتخب الارجنتين. يعني منتخب الارجنتين ما هو منتخب ميسي وحده، يعني انتم توصلون للجمهور ان الوحيد في تاريخ كره القدم اللي يلعب كره القدم ومبقوطه ميسي، تحسسون ان نيمار ومبابي وكريستيانو والباقي اللاعبين كلهم قادرين وموجودين بالملعب قاعد يتمشون عادي، لان مو هامهم كاس العالم. الحين صراف ميسي. انت تبي نقدر الارجنتين ولا لا انا الحين بس خل اكمل عشان لا تاخذ من وقتي. ما راح اخذ من وقتك. أوكي. حسن اسمعني. أوكي. انت الحين قاعد تقول تعطيني وقت زايد، تعطيني وقت زايد. انسى الوقت، انسى الوقت. ايه انا وياك، انت قلت لا تخلون الارجنتين بس ميسي، تبي نعطي الارجنتين حقها، مو الارجنتين قاعد تلعب بميسي. لا الارجنتين قاعد تلعب يا اخي، شوفوا النجوم الباجي شوفوا، انت شو الحين ضد بولندا اكبر دليل ان المنتخب فاز بدون مساهمه ميسي وبدون مساعده ميسي. ميسي ضيع، ميسي اخطا انفراد، يعني صاير ما ادري شلون يا جماعه. احترموا في لاعبين زينين بالمنتخب الارجنتين، عسى ما الارجنتين فاز هديتوا المنتخب كامل، قطيتوه برا وتكلمتوا بس عن ميسي. قدروا ميسي لاعب اسطوره، ما في اي واحد ينكر هذا الشيء، ولكن احترموا اللاعبين الباجين اساطير اللي قاعد يلعبون. ترى منتخب الارجنتين منتخب وايد قوي، لاعبين شباب، المدربين، يعني انتوا لا تحسسون امس كمحوركم ان ميسي مبقوط. انا اول مره اشوف بحياتي واحد مبقوط رئيس الوزراء يقول انه هو احنا ندعمه، المدرب يقول هو الوحيد اللي ضامن مكانه بالمنتخب. هذا ميسي يا صراف. لا ادري بس خل اكمل. اللاعبين بس ناقص بس يطبخون له ويخدمون عياله، زين كلهم يقولون احنا ما نحترم لا بس خل اكمل قصتي. ما قلت شيء والله، ما قلت شيء يا حسن، ما قلت شيء. انت خذيت دقيقتين على فكره. كلهم اي اوكي، اللاعبين كلهم شنو قاعد يقولون؟ اللاعبين كلهم قاعد يتكلمون احنا ما نحترم وطننا، نبي نسجل ونحقق بطوله عشان ميسي، الصحافه كلها مع ميسي. زين اذا اللاعبين قاعد يقولون كذي تنتقدني انا؟ اذا لاعبين يقولون كذي، اذا ربعي يقولون كذي. زين بس قبل عندي سؤال بس لا يقطع حسن وياي؟ اي تفضل. ودك اي او لا؟ اجابه واحده، ودك تشوف ميسي مع الارجنتين يرفع كاس العالم؟ انا ودي الارجنتين، لان انا مشجع للارجنتين. انا اي او لا ودك تشوف ميسي يرفع كاس العالم؟ أنا ودي الارجنتين يرفعون كاس العالم. يعني ودك تشوف ميسي يرفع كاس العالم؟ لا كابتن عبد الله انا ما متشبيح للاعب، انا احترم الكيان ما احترم اللاعبين. بس حبيبي عندنا الارجنتين فوق اللاعبين. عزيز غالي يا حسن ترى انا دائما اتابع البرامج فعارف مشاكس ما انت جديد علينا يا حسن. حبيبي المشاكسه هذه حلوه وياك يا اخوي. حسن الصراف عاشق مارادونا، علشان كذي سالت عن ميسي ورفعت كاس العالم. وفي نقطه بين محبي مارادونا، يعني لا تصير انت لانك تحب مارادونا تكره ميسي. طيب خلينا نكمل اتصالاتنا وبعدين ناخذ كل التعليقات على الاتصالات. احمد حياك الله. صبحكم الله بالخير. نصبح عليك بمثله. يا هلا اخوي، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك الحمد لله. حسن الصراف ما يدري حتى الجن يقولون ميسي افضل لاعب بالعالم. هو يقول لك ان لا تبخصون حق اللاعبين الارجنتين اللي بالارجنتين. لا والله من الاسطوره، يقول اساطير لاعب الارجنتين، من الاسطوره متواجد بالارجنتين الان غير من الاسطوره كره قدم متواجد على 20 سنه يؤدي نفس الاداء، من غير ميسي اللي قاعد يشيل على اكتافه حمل ما شال اي لاعب كره القدم. حسن الصراف يهاجم ميسي حتى منامه، والله العظيم يحلم بميسي، وميسي راح يرفع كاس العالم باذن الله. ترون على النار هاجم قاعد ادق.
الوضع قاعد يمشي تمام حبه حبه. زين ليش ما قاعد؟ في ناس راح تموت الموسم هذا، في ناس راح تموت قهر واجد واجد. صادق. ان شاء الله ميسي راح ياخذ كاس العالم، وميسي راح ياخذ ابطال اوروبا باذن واحد احد، وراح ياخذ الكره الذهبيه الثامنه، وراح يجعل بايرن ميونخ بعيد عن المستوى، واي الماني بعيد مستوى عن ميسي، واي واحد يواجه ميسي يظل ميسي فوق الجميع. تمام شكرا يا الفضلي يعطيك العافيه. فلتشاوي يرجع لك. لا نقطه بين يعني جمهور مارادونا وعشاق مارادونا، ما ادري اكثر اللي قاعد اشوفه صراحه يعني يكرهون ميسي. زين انا بقول لك شيء علشان احنا نكمل على اللي جينا من قبل الاتصالات، بس ترى في مساهمات يعني بمنتخب الارجنتين، وانا اتفق مع حسن في بعض يعني مثل ديماريا لا اسهامات لا اسهامات لا. بس كبيرة. هم ما ننسى ان ميسي يعني حتى لو تارو ترى لا دور سواه ميسي في سواه ميسي قبل يومين يا محمد. لا انا شوف هذا والكل تكلم بالبرامج الرياضيه قالوا ان هذا المستوى اللي ظهر فيه ميسي بهذه المباراه تحديدا من افضل المستويات اللي من سنين، يعني من سنين ما شفنا ميسي بهذا المستوى اللي ظهر فيه. بس امس او قبل امس محمد سيد قال نقطه وانا اتفق معه 100%، ترى منتخب الارجنتين مو بذاك القوه وراح يطيح. يعني انا اذا مو هولندا راح يطيح مع اللي وراه، واذا ما راح ياخذ البطوله. انا اشوى انه ما يعني ما لي راي بالبرنامج. لا لك راي، لك راي ان شاء الله. لا انا عندي وجهه نظر انه واضح مو عاجبك الكلام محمد. لا ما لي راي. لا واضح. زين انا بقول لك شيء محمد، انا مرشحين الارجنتين وايد بالغتوا انه فريق مو يا جماعه مرشح. انا بسالكم سؤال يجمع حلقه امس واليوم. اوكي محمد، اذا الحين جيرو حطم رقم هنري فهو قدم افضل من هنري صح؟ لا ما له شغل. الارقام وجدت لتكسر، ومو معناته هذه افضليه. مو افضليه. يعني الحين جاسم الهويدي والكل مسي عليه ابو محمد هداف العالم، يعني احسن من وقته احسن من جاسم يعقوب احسن من لا مو خل جاسم مستوى العالم. ليش انا اقرا بالصحف عناوين بان اذا حطم رقم فهو القادم وخلاص؟ لا هي الارقام وجدت لتكسر. لا هو في يعني مثلا نيمار باقي له جول. دقيقه ناصر، نيمار باقي له جول ويحطم رقم بلاي، هل هو احسن من بلاي؟ لا طبعا. خلينا ناخذ من السعوديه. عيسى حياك الله. السلام عليكم، يعطيك العافيه. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا اخوي عيسى. الله يحييكم. مارادونا هو اسطوره الكره الارجنتينيه ما نختلف عليه، ولكن ميسي حاليا هو مسيطر على الكره الارجنتينيه. تمام. انا عندي سؤال بس لك، ممكن السؤال يكون شويه. لما الشخص اللي قبل شوية كان الخطورة بس إنها الاسم الكبير بس ميسي، فديماريا خطير وظهير من أكثر المظهرة في المستوى العالم. بس عندي سؤال لك ولضيوفك، يا ليت تسألهم بس ممكن نوعا ما. يوم مباراة السعودية والأرجنتين ياسر الشهراني إيش كثر يعني قلل خطورة ديماريا؟ يا ليت تسألهم والله. مرة ثانية السؤال، الشهراني ايش كثر شنو؟ غيابه ياسر الشهراني، ياسر الشهراني في المنتخب السعودي. خطورة ديماريا اللي كانت عندنا. تمام خلاص وصلت. كثر يعني قلل صح. وصلت يا اخوي عيسى. قلل. شكرا لك. شكرا لك. نكمل. ناصر حياك الله. اهلا، صبحك الله بخير بتركي. صبح عليك مثله. بخير دامك. صبح على الجميع طال عمرك. يا هلا وسهلا وعمرك. احنا قاعد تكلمون قاعد اسمع، ترى انا مالي بالمداخله بس صراحه اللي قاعد اسمعها ان ارجنتين ما ارجنتين، يا اخي انا من عشاق مارادونا صح، وانا ريال مدريدي، بس ان ميسي يا اخي ما نهبط حقه ويا اللاعبين. اوكي على العين وراسي ميسي، بس ويا عندك تيبول، عندك اكونيا، عندك اوتارو، عندك دي ماريا، فريق مجموعه قاعد يلعب. ليش يعني والله مع احترامي للفلشاوي يقول ما يوصل بعيد او ما يوصل، فريق قاعد يلعب على السهل الممتنع. راي ناصر شوي. اوكي فالجاوب بالعكس، انا والله بالعكس هذاك اليوم عجبتي بكلمه يوم قلت حق عز عطيه، قلت له انت ما تفهم كره. صراحه بالعكس انا ترى معاك، بس انا قصدي كله مهمشين الارجنتين، ما يوصل. بس لا الفريق بالعكس قاعد يلعب جماعي، 11 لاعب يا رجل، ما قاعد يلعب واحد. اوكي ميسي
من ضمن المجموعه، بس هو المؤثر، بس مو معناته ان العشره انا الغيهم، لا، في لاعبين قاعد يأدون. شكرا يا اخوي ناصر، يعطيك العافيه. ماجد من السعوديه، اتصالات ما شاء الله ورا بعض. ماجد من السعوديه حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، تفضل يا اخوي. اول شيء انا مشجع للارجنتين، ولكن اشوف ان الفريق هذا أسوأ فريق استمر. أسوأ فريق للأرجنتين، أسوأ فريق بتاريخ الأرجنتين. فريق ضعيف فنيا، وميسي إيش ذنبه يوم يضيع لوتارو والفرص هذا، يصنع ويتعب نفسه، أخي شيء يسمونه المتخاذل. وبعدين وش ذنب ميسي ب 2014 يوم يضيع هيغوين والمهاجم بلاتيو، وش ذنب ميسي؟ يعني الجماهير لازم تكون منصفة مع هذا اللاعب الأسطوري. نعم. وأنا رشح البرازيل وفرنسا وإنجلترا. البرازيل، فرنسا وإنجلترا. هذول الأفضل. نعم. شكرا يا أخوي ماجد. محمد حياك الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. صبح عليك بتركي وعلى الكبات الموجودين، وتحية خاصة للحبيب قلبي المدريدي بوسهيل. هلا حياك الله، حياك الله السمي. الله يسلمك. انا اذا سمحتوا لي عندي كذا نقطه على السريع. السؤال اول شيء حق الاخوان الموجودين، تعتقدون ان لقاء البرازيل القادم مع كرواتيا، يعني خلينا نقول اول اختبار حقيقي للبرازيل في البطوله؟ الشغله الثانيه، انا من عشاق كريستيانو، بس اقول لك احساسي يقول ان الارجنتين طرف بالنهائي، واتمنى يكون الطرف ثاني البرتغال، ونشوف كريستيانو يرفع الكاس. جواكم الله. شكرا لك. نرجع مره ثانيه بعد خذينا الاتصالات للمحللين. والله يعني في بعض الاسئله قد تكون، انا محمد الشمري يقول لك في سؤاله توه، انا نسيته والله للامانه، اخ معنا قلت ابي ارجع على طول ابي اجاوب على ايه عدل البرازيل باللي قدمه اداء ممتاز، بس ستيل ما زال الاختبار الحقيقي هو كرواتيا. لا مو ولا حتى كرواتيا مو اختبار، مو كرواتيا، هو افضل من كرواتيا، متوقع انه يطوف كرواتيا. يعني ما زال البرازيل ما نحط باختبار قوي، ولكن الفريق قاعد يعطي مؤشر انه هو ضد اي فريق راح يقدم نفس المستوى. يعني مو تقول مثلا الارجنتيني اللي الى الان في شك، في ناس تقول زين وناس تقول مو زين، لا، منتخب البرازيل كل قاعد يتفق انه قاعد يقدم كرة قدم حلوة، والكل متفق انه قوي دفاعيا، خط وسط مميز، هجوم متنوع، فالبرازيل متأكد انا حتى لو يلعب ضد الارجنتين راح يقدم نفس المستوى. فالشك ما في شك على البرازيل، مو اختبار بكرواتيا، هو افضل من كرواتيا، والاغلب يمكن يرشح ارجنتين، مو يمكن لا اكيد يرشح البرازيل على كرواتيا. كابتن سليمان عندك تعليق على احد الاتصالات؟ لا، من اللي تكلموا فيه. لا بس بشكل عام هي مو انصاف، مو عدم انصاف لميسي ولا عدم انصاف لمارادونا، هي مبين ان عشاق ميسي ومارادونا كل واحد جاي يقول افضليته على الثاني. صح، لكن كل واحد بفتره تقدم مستوى مبهر اثنيناتهم. يعني تكلم عن مارادونا، انا واحد من الناس ما شفته، لا شفت فيديوهات، لكن ميسي ابهرني، بس ما اقدر انكر حق مارادونا اللي حقق الانجازات، حقق الانجازات يمكن سواء محليا، اسف عن طريق الانديه وعن طريق المنتخب، والاثنين نفس الشيء. ما نظلم ميسي اذا ما حقق بطوله، البطوله هي شيء جماعي، ما نقدر كميسي يحقق بطوله بروحه، هذا شيء. سؤال صغير سليمان، هل تشوف ميسي يعني هذا المطلوب منه؟ هو اللي قاعد يسوي اللي عليه، هذا اللي عليه. في مرات تصير ضغوط زايده، احنا قاعد نشوف جنون الارجنتين بالمعامله هذه، ترى الوحيد اللي ينضغط، انا في واحد من الاتصالات قال كل اللاعبين قاعد يضغطون من نيمار، لكن اللي قاعد يصير على ميسي بزياده. صح. انا مشجع لمنتخب البرازيل، انا اقول لك انا واحد من الناس الحين حاليا ما اتمنى الارجنتين يحققونه، لكن الضغط اللي عليه شيء مو طبيعي. صحيح. عندنا اتصال من عمان، والله اي شيء من برا الكويت ما نقدر نعطيه زياده دقيقه. موسى حياك الله. السلام عليكم. مرحبا يا شباب. السلام يا هلا اخوي. يا هلا. محمد حسين موجود؟ محمد موجود وياك. محمد سؤال، شو المنتخب اللي تشجع في كاس العالم؟ اسبانيا. اسباني. طيب بالنسبه لتحركات ميسي، انت تكلمت ان ميسي ما يتحرك كثير في الملعب، ليش ما تتفق بان ميسي المجهود اللي يقدمه في 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 ثواني او دقائق معدوده ممكن يغير مجرى المباراه في 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 لحظه واحده؟ صح. اليوم ميسي وصل الى 34 سنه، موضوع ان في تقسيم للياقه البدنيه
مش منطق انه هو يقعد يحرس الملعب حرس، ميسي مش هو ميسي 25 26 سنه. صح. فانا يعني استغرب من كلامك صراحه، يعني كونك تحلل تناقش معه فترتك الطويله واحترمها في نفس الوقت، لكن اشوف انه ترد عليه بالضبط على الموضوع. طيب شكرا يا اخوي موسى، وصلت النقطه. رد على كلامك امس. اي يمكن اللي شاف الحلقه راح يفهم شنو كلامي. سمير امس قال ان ميسي خلاص قدم كل اللي عليه، يعني بمعنى ان شنو حصل منتخب الارجنتين، ميسي ما قصر على منتخب الارجنتين. انا قاعد اقول لا، على المستوى اللي قاعد يقدمه ميسي حاليا في المجموعه ضد استراليا ما راح يسوي فيه شيء ضد هولندا والبرازيل. انا هذه نقطتي. انا قلت انا حضرت في الملعب قاعد اتابع ميسي، انا متاكد ان ميسي خلص مباراه ثانيه واحده ادري يخلصها، بس هذا الشيء ما راح يسوي ضد البرازيل. ضد البرازيل الشيء هذا انك تمشي وتاخذ الكره وتنطي الكره تاخذها وتخلصها ثاني، هذا ما راح يصير ضد البرازيل ولا راح يصير ضد هولندا. فهذا الكلام اللي انا اقصده. بس هذا شكرا يا جماعه، عندي بريك صغير وارجع. انا عن ميسي بس بعد البريك. رفعت ايدك كثر. اي والله كني بمدرسه استاذ ابله استاذ. فانا رايي الفني كمدرب امانه عن ميسي ومارادونا فنيا بروح ديب، يعني عميق تحب الديب. اولا ميسي مو زيدان، ميسي مو مارادونا، ميسي مو بيليه، ميسي مو رونالدينو. ميسي عمل منظومه متكامله. هو طلع من برشلونه بوجود اكزافي ونيستا وايتو ولاعبين، فيحتاج الى منظومه عشان ميسي يصير نجم بالفريق. اذا ما تواجدت المنظومه ميسي يطلع من جو المباراه، خصوصا مثل ما تفضل محمد ضد البرازيل ضد الفرق القويه ميسي يغيب تماما. ضد استراليا اللعب في الاوبن جيم ميسي يظهر مهارته ويقدم ابداعات كرويه. فميسي لاعب منظومه، اسطوره اسطوره. مارادونا لاعب فردي يقدم لك الابداعات الفرديه. ليش قال مارادونا ياب كاس العالم بروحه 86. زيدان في 98 برغم انه غاب لكن زيدان قيمه فنيه. رونالدو البرازيلي قال انا قبل كاس العالم ب 2002 قال انا بجيب بصير هداف بريل وحده مسوي رباطين. فميسي لابد ان احنا كمدربين فنيين هو لاعب المنظومه. تمام كلامك عدل 100% ناصر. انت قاعد تتكلم بنظره شخص عنده خبره ديب بالموضوع، بس الناس بشكل عام هذه هي اللي انا اقصد بالوجه المقارنه. يبقى لاعب كبير بين ميسي وبين وانا ما اختلف دون. من بعض الجماهير ان الارجنتين يمتلك الان المنظومه المتكامله، في نوعا ما طيب. ضعف في الدفاع لكن في منظومه متكامله، في هداف مثل مارتينيز، في احتياط جيد، في وسط ممتاز ديبول، عنده دي ماريا جوميز، فعنده منظومه ممتاز. تخدم هذا اللاعب للحصول على كأس العالم ممتاز. والكل قلل من ميسي في 2014 انه وصل كان في قمه عطائه، لكن الثاني في كأس العالم مو انجاز. في ناس تشوف ميسي ما حقق كأس العالم مو اسطوره، لازم يشيل كأس العالم، لازم يشيل كأس العالم عشان تقول نقول عنه اسطوره. لا 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 بس لازم يشيل كأس العالم. لا مو لازم. مو بوجهه نظري مو لازم. ايه يستاهل انه يشيل كأس العالم. يستاهل. لا يستاهل بس مو لازم. ترى على فكره انا اشجع البرازيل. ها مو مشكله بس يستاهل. بس يعني يستاهل يعني. لا بس هذه هذه الحيره لما تكون بين مشجع فريق ونادي وعندك لاعب تحبه بعطائه داخل الملعب. بريك ورادين. رجعنا وياكم من بعد الفاصل. نستقل وجود اخونا ضيفنا اليوم سليمان عبد الغفور، وايضا كم حارس عندنا اليوم هني؟ ثلاث حراس. وناصر بالتقسيم ترى سيركوتش وناصر بالتقسيم. خلونا نتكلم عن موضوع حراسه المرمى ودور حارس المرمى بنجاح منتخب، حصوله على بطوله، خسارته من بطوله من خلال تواجد الكباتن داخل الاستديو. بهذا التقرير راح نتكلم عن قوة حارس المرمى، تاخذ المونديال ولا تخسره.
قصة حارس البرازيل باربوزا اللي خسر سنة 50، وتكلم في هذا التقرير على بشكل ملخص عن التقرير أن خسارته من قدام 200,000 حاضر في المباراة، في مباراة ضيع البرازيل من المونديال مع الأوروغواي، وبعدها 50 سنة إلى أن حصل اللي قاله أن في عقوبة خاصة في البرازيل تحديدا هي فيها سجن 20 سنة. أنا 50 سنة تحطمت والناس تحاربني، 50 سنة يقصد فيها أن أنا انسجنت لأن الناس بلشت تحاربه بالشارع، تحاربه في الصحافة، تحاربه في كل مكان، وتعتبر الخسارة الأكبر بالنسبة له حتى لوفاته. يعني لو كان عايش شوية زيادة وشاف 7-1 اللي طلعت يمكن هانت عليه مصيبته شوية، لأنه جت اللي أكبر منها مع البرازيل. هذا موضوع نتكلم عنه كابتن سليمان، بأن وجود حارس المرمى كثر هو مؤثر، هم بنفس الوقت عامل مهم جدا أن أنت بلحظة قد تضيع كل تعب منظومة كروية خاصة مع هالحارس. هي أكيد هي مجازفة كبيرة. أنت تتكلم عن حراس ضيعوا بطولات، وهذا شيء وارد في كرة القدم. كل لاعب معرض للخطأ، يمكن عند المهاجم يضيع، واللاعب النص يخطأ، والمدافع يخطأ، لكن خطأ الحارس واضح. هذا المشكلة اللي يعني ممكن في حراس أنت تشوف يقول لك شنو اللي تعبك بالمباراة، ما تلك ولا الكرة، بس التركيز الذهني هو اللي يذبح. أنت تتكلم عن 90 دقيقة أنت مركز، وأصعب المباريات يمكن حراس الشباب حراس ولعبون أصعب المباريات اللي ما تلك فيها هجمات، فهذه ترى نفسيا تأثر. لكن أنا على القصة اللي قاعد نسمعها يعني نظلم فيها، يعني مهما يكون يعني نتكلم عن 50 سنة، شفنا مثلا مباراة 7 حارس المرمى ما يتحمل الخسارة، حتى ممكن المباراة الثانية أنا ما يعني مو شايف المباراة ولا دخلوا فيها العنصرية لأنه هو أسمر، فدشت السالفة عنصرية نفس ترى بعدها ديدة حارس أسمر بعدها فترة طويلة. لا بعدها المباراة غيروا لون التيشيرت من الأبيض للأصفر، ووايد أمور صارت غيروا طريقة الشعار. فالبرازيل خذوا المباراة بصورة كبيرة يعني خصوصا على أرضه ضد الأوروغواي. ممكن حتى باربوسا نفسه طلب دعوة أنه يحضر تدريبات منتخب البرازيل لحق كأس العالم 94، رفضوا، قالوا إيه راح تنحسن قال راح تنحسن، فمرفوض أنك تحضر تدريبات. إيش كثر هو تحطم هالرجل أكيد دمروه أكيد حاربوه صح. زين في شيء غريب سليمان، أنه هو ما كان يحب يلبس جلوفز، حارس مرمى ما يحب يلبس، ما كان فيه موجودة ما في، هو كان فيه بس أتوقع لا يعني أنا شايف الخام. لا هو قال إن أنا بعد ما صار الخيار موجود أنا ما أحب ألبسه. إيه هذا بعد شيء ثاني مو متعود. ريكارد ترى وصل البرتغال نهائي اللي لا بس هذا بس دس بدون دس ترى الخمسينات أتوقع هذا من الخيشة لا بلاغ طيب أنا بتكلم عن حراسة المرمى في الجاوي. من أفضل حارس مرمى عندك على مر التاريخ؟ شمايكل. وبعد ثاني ما أدري ليش أنا أبي أوصل حق إجابة مال ألمانيا. شمايكل أنا أكثر شيء يعني شمايكل الأول رغم واحد بالنسبة لي. شماخر. شمايكل رغم واحد. رغم واحد. إنزين كلمني عن حراسة المرمى وكلمني عن التقرير اللي شفناه قبل شوي ودور حارس المرمى، خصوصا إنه يقول لك والله مهاجم تاريخي يضيع فرصة محققة، يضيع بلنتي عادي، رفع حارس المرمى والله مو عادي، عادي ذهنيا ضاع يعني الناس للحين الباجو ما ينسونه بسبة ركلة الجزاء اللي ضيعها، بس يتذكرون سفاريل اللي صد ما يتذكرون فوق حطها لا ما مات باجو قبلها صد قبلها قبل مات باريزي صد اوكي صح فحارس الحارس دائما ترى مظلوم، ودائما حراس المرمى أكثرهم 99% منهم تشوفه قائد. تدري ليش؟ لأنه شخصية ما يوقف بالجول واحد، شخصيته مهزوزة، هذا مستحيل يصير حارس مرمى مستحيل. حتى في الانتقاء أنا يمكن مدرب عام ما أنا مدرب حراس يعني هذه مفارقة شوي، بس في لي نظرة في الحراس لأن أنا كنت حارس سابق، فلما أشوف الحارس شخصيته أقول هذا مو حارس مرمى، ممكن إنه يصير حارس مستحيل. صار موقف مع محمد إنزين. أربعة فجر دق علي. كنا ندرب في نادي النصر، كان هو مدرب حراس أنا كنت مدرب الفريق. فقاعدين نتناقش عن الموضوع الحارس. قلت له تصدق إن باكر راح أبدل الحارس؟ كان يقول لي لا ما أتوقع وما أدري شو. قلت له صدق إن راح تبدل الحارس. ليش؟ قلت له كذي أنا إحساسي كان. لأن في وقتها في ظروف صايرة.
فقلت له راح الحارس هذا راح يتبدل، صدقني في المباراه راح يتبدل. مباراتنا كانت ضد نادي الكويت، كان نجم المباراه، كان نجم المباراه الشوط الاول، بس طلب فجاه كان يقول بطلع شاط طالع. صح قلت له مو قلت لك امس. فبالعكس يعني هذه تقوي من قيمه الممتاز. انا في نقطه لا انا يمكن اختلف مع الشباب في نقطه واحده. انا ضد ان يقول الحارس مظلوم اعلاميا. الحارس مو مظلوم، لما يطلق على الحارس مصطلح نص الفريق هذا شيء استكريدت، هذا حق صحيح نص الفريق هذا، يعني الحين نتكلم عن حارس، حارس المرمى نص الفريق، هذا مصطلح مشاع عند كل واحد يتابع كرة قدم. ليش اطلقوا على حارس المرمى؟ لان يعرفون شنو المسؤوليه اللي هو يشيلها، شنو التركيز الذهني اللي يكون حاضر فيه بالمباراه، شنو الثقل اللي يسويه، شنو التصديات والانقاذات اللي يسويها في المباراه عشان انه يطلع الفريق فايز. فالمصطلح هذا هو يستحق حارس المرمى. ايش رايك بالركلات الترجيحيه لما الحارس يمسك موضوع حراسه المرمى ويطلب انه يشوت البلنتي؟ هذه جراه كذلك من حارس، جراه من حارس المرمى. وغالبا ترى يمكن سليمان سواها واجد، ترى يحتاج لقلب ميت نفس قلب سليمان يحتاج. لا ولا انا يلعب ريله زين هو. إيه هو يلعب ريله. انا ما وجهت له السؤال، راح يوجه له. لكن الحين بتكلم على المدربين الفنيين بشكل عام واختيارهم لحراس المرمى. الاختيار صار من نفس السابق، يعني السابق انا عندي مثلا بيتر شمايكل ولا بوفون، خلاص ما في واحد ثاني. أيه؟ اليوم اذا هو افضل خلاص هو اللي يلعب اساسي. اليوم لا، اليوم نشوف مثلا على سبيل المثال الريكي دخيه افضل من سيمون، ولكن ليش اختار سيمون؟ لانه زين في القدم. فالاختيارات صايره الحين مختلفه في على حسب. طيب بما ان فتحنا موضوع البرازيل الكابتن ناصر، انا بتكلم عن منتخب البرازيل المرشح لبطوله دوحه 2022، واليوم لعب مع كوريا. بصراحة كوريا ما هو كوريا اللي حتى اليابان، هذين المنتخبين ما شفناهم بهالمباراة مثل دور المجموعات. للأسف الشديد يعني في دور 16 أنا ما شفت مستوى فني عالي، مع احترام للفرق الأسيوية أستراليا كوريا اليابان. صح، أعلى كعب الفرق الأرجنتين، أعلى البرازيليين اليوم امتعونا في طفت المفاجآت خلاص من دور 16. ما شفنا المستوى. أنت تقول الفريق البرازيل وكوريا بيفوزون، البرازيل الارجنتين فدور المغرب واسبانيا هذا جانب اخر. لكن اليوم البرازيل، انا خليك من الامور التكتيكيه، خليك من الامور الفنيه، خليك من تجهيز اللاعبين. من اول لعبه البرازيل فيهم شغف، فيهم روح. وقتال. من هدف ريتشارلسون الاول لاحظ فرحه اللاعبين وفرحه الاحتياط والمدرب، ان الفريق تحس انه في ارث كروي قديم 20 سنه ما حقق هذه البطوله. وتلاحظ انت حتى المخرج ذكي يحط لك على نجوم في المدرج، احلى ما في المباراه ريفالدو كافو برتكارلس، فالنجوم حتى كاكا بعض الاحيان. فالنجوم فيهم شغف في تحقيق هذا اللقب، وهذه الروح تنعكس مع الامكانيات. اليوم وجود نيمار عطى، تحس انه هو القلب للفريق، وجوده في وسط الملعب كلاعب رقم 10 محطه، يلعب في جهه اليمين اليسار، تحركاته نيمار مهم كقائد، مهم كعامل تكتيكي في وسط الملعب. ففي منظومه متكامله، الروح والقتال. فانا اشوف البرازيل راح يوصل بعيد، راح تكون المباراه في وجهه نظري قبل النهائي ما بين الارجنتين والبرازيل. من يستغل الفرص عشان لا تقول البرازيل اعلى من الارجنتين راح يوصل الى النهائي، يعني الكفتين متساويتين. لو ترجع لتاريخ ترى البرازيل في كاس العالم ترى كان يطلع بتفاصيل، وكان يطلع لظروف كانت تصير ضد الفريق. يمكن شيل 2006 فرنسا وزيدان، 2010 ميلو كان كارثي في المباراه هذه، 2014 اصابه نيمار وطرد تياغو سيلفا، 2018 ايقاف كاسيميرو. نعم، يعني كل لحظه خروج البرازيل كانت في نقطه، في سبب انه تقلل من قوه البرازيل. اذا ما تعرضوا للظروف في هذا المونديال اشوفها اقرب منتخب. تمام، عندنا اخر تقرير بحلقتنا لليوم خاصه باعضاء جمعيه الروضه، اسبانيا والمغرب. نتمناها المنتخب المغربي بوجود الجماهير، ولكن قاعد نشوف نتائج واقعيه. المنتخب الافضل هو اللي قاعد يحصل على النتيجه للدور الثمانيه. هنشوف التوقعات.
ابي توقعاتك مباراة اسبانيا والمغرب، من بيفوز؟ والله ان شاء الله المغرب 2-1. اتوقع اسبانيا 2-1. ابي توقعاتك مباراة المغرب واسبانيا، من بيفوز؟ والله احنا نتمنى المغرب تكمل وتفوز 1-0. المغرب راح يفوز 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله الفوز للعرب للمغرب 2-1. والله مباراة صعبة بس ان شاء الله المغرب 2-1. ابي توقعاتك مباراة المغرب واسبانيا، من راح يفوز؟ والله اتوقع 2-2 اضافي، المغرب يفوزون اضافي ان شاء الله. البلنتيات والاضافي؟ اضافي 3-2. والله هي مباراة راح تكون صعبة لاخواننا بالمغرب، بس اتوقعها 2-0 لاسبانيا. 2-0. اللي مو عاجبك يا ناصر قول لي شنو؟ لا المشكله اني انا من سكان الروضه وجمعيه الروضه. زين محمد الزين بيتكلم عن الروضه. بالعكس يعني يبي يتكلم فانا اعطيتك المايك. لا لاني انا خلاص اتكلم. عضو مجلس اداره جمعيه الروضه. لا لا انا ترى ممكن يعني متعاون مع جمعيه الروضه من قبل كاس العالم. سووا فعاليه بيع تذاكر مباريات. والحين قاعد يسوون فعاليه اللي هي توقعات المباريات مع سكان المنطقه. وراح يسوون كذلك حسب علمي انه راح يسوون مكان لمشاهده مباريات من قبل النهائي والنهائي. فهذا هذه الخدمه المجتمعيه لسكان المنطقه انا يمكن ما شفتها في اي جمعيه ثانيه. بين سبورت ببلاش بعد وبين سبورت يعني شوف هذه اشياء امانه يعني حق الاعضاء تقصد؟ حق لا مو ببلاش بس قاعد اوكي ديوانيه اعضاء هذه ديوانيه الروضه كنت بحول الروضه استغربت. هذه الخدمات مطلوبه من كل جمعيه. انا الامانه في يعني قاعد اتواصل مع الجمعيات ما حصلت الا جمعيه الروضه هي اللي كانت متعاونه. تمام بصراحه البرتغال وسويسرا تواصلت مع جمعية قرطبة؟ لا خلكم من الجمعيات عندي مباراة باكر نتكلم عن مباراة باكر وهي ختام دور 16 المغرب واسبانيا الساعة 6 البرتغال وسويسرا الساعة 10 كابتن سليمان توقعات مباراة 1-0 يمكن البرتغال البرتغال وسويسرا البرتغال يمكن 1-0 البرتغال سويسرا مو سهل المغرب واسبانيا انا اسباني بس راح اقول المغرب تفوز 2-1 شلون كذي انت من اول الحلقه اسبان واسبان راح ياخذ يعني الحين انا محلل يجي يقول لي انا ابي اسبانيا تاخذ هذا ويتوقع ان انا ما اتوقع انها تاخذ ما اتوقع بس يعني اذا اسبانيا طاف هذه المباراه ممكن نهائي وين نروح لمدريد اتوقع مثل ما قال البرتغال وسويسرا مباراه صعبه اتوقع 2-1 البرتغال تمام المغرب يا واللي تو قلت تو قلت ما حد راح يزعل بصراحه والله صدق انا دارك عدل يا يعني ضربه مثل ما قال ناصر ضربه معلم 2-1 1-0 المغرب ان شاء الله يا رب او نتيجه كبيره حق اسبانيا كم قلت بساعة لا 3-0 نقصنا قال يا المغرب يفوز ضربه معلم 1-2-1 او 4-0 الشوط الاول عطنا الكاميرا خلينا نقول كم قال لا قول اللي بتقوله انت لا بقول سواكم قال قلناه خلاص انا اقول البرتغال وسويسرا 1-1 بلنتيات بلنتيات السويسرا بتطولها بلنتيات سويسرا يعني دش على الحلقه اسبانيا والمغرب اسبانيا 2-0 اسبانيا 2-0 انا سلام على الغفور قال 6-0 البرتغال وسويسرا اشوف انا البرتغال 3-4 3-1 4-1 خصوصا مباريات البلاي اوف البرتغال راح تطلع هويته عنده عناصر جيده وعنده قوه هجوميه عنده لاعبين على مستوى عالي تروح الى المغرب واسبانيا اروح مع الاسبان اتمنى المغرب من كل قلبي لكن اروح مع الاسبان لسبب لان الفريق المغربي نهجه واحد استاتيك دائما يلعب في الدفاع المنطقه ويلعب على المرتده عشان كذي انا قلت المغرب يفوز فبالتالي خصوصا احسن فريق يلعب ضد اسلوب المغرب هو اسبانيا بيدري وقافي ومراتا لاعبين يلعبون ما بين الخطوط فممكن اسبانيا يسجل هدف وهدفين وثلاث اتمنى اذا المدرب عنده فكره ثانيه مثل ما تفضل الاخ قال ياسر الشهراني ليش ما ردينا على ليش لعب مع الارجنتين زين لعب في فكره الدفاع المتقدم والاوفسايد عطى مساحات ترى 50 متر ميسي ما يقدر يوصل الجول ب 50 متر فقلل من خطوره السعوديه فاتمنى من مدرب المغرب انه يلعب بفكره جديده مع اسبانيا اذا بيلعب بالدفاع المنطقه انا اقول له
نتيجة لا كبيرة لا لا. إذا بيلعب بفكرة الجرأة الهجومية والدخول في مناطق الأسبان راح ممكن المغرب ترى هم الاسبانيا فيها مشاكل اسبانيا عندهم مشاكل فنيه جدا ليش حبك باقي ليش نموت عليك اللي نويت فراقي صافي ما نبغيك يا يا صافي ما نبغيك عايشك بس كل التوفيق لممثل العرب المنتخب المغربي باكر مع اسبانيا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم تصبحون على خير